للغاية بسبب أن بعضهم يتميز بالسرعة والبعض الآخر يتميز بالأسنان الحادة والبعض الآخر له قدرة فائقة في التمويه. ونحن هنا سوف نعرض عليكم مشاهد لحيوانات استطاعت افتراس حيوانات أخرى بطريقة مخيفة. هل أنت مستعد لذلك؟ هيا بنا نبدأ. يعتبر الفأر واحد من الوجبات الخفيفة للسحلية، وفي هذا المشهد كان يحاول الفأر الاختباء في هذا الجحر، لكن السحلية استطاعت الاقتراب منه والهجوم عليه، لكن لحسن الحظ أنه استطاع الهرب على آخر لحظة في مشهد مدهش جدا. هذا الفأر كان يخرج من الجحر الخاص به من أجل إحضار الطعام لصغاره، وبعد أن استطاع الهرب من السحلية كان هذا الثعبان في انتظاره، لكن لحسن الحظ أنه استطاع الهرب مرة أخرى، وفي هذا الوقت سقط هذا الثعبان فريسة في فك السحلية. الأسد واحد من الحيوانات البرية الخطيرة جدا والمفترسة. في هذا المشهد كانت أنثى الأسد تختبئ بين العشب من أجل الهجوم على الغزالة في الوقت المناسب، بينما كان الذكر يحاول لفت انتباه الغزالة على الأنثى حتى تتم عملية الصيد بنجاح. بالفعل استطاعت الأنثى الهجوم على الغزالة في الوقت المناسب في هذا المشهد المدهش. بعدها قام الذكر بالهجوم عليها وخنقها بأسنانه بقوة، مما تسبب في وفاتها على الفور. يعرف هذا الطائر باسم الطائر الأسود الحزين، وهو لديه طريقة فريدة من نوعها في الصيد، حيث يقوم بنشر الريش الخاص به بهذه الطريقة من أجل تكوين ظل في هذا المكان في المياه، وبهذا يصبح قادر على رؤية السمك في المياه بسهولة وجذب السمك إلى هذا المكان، وبهذا يستطيع افتراسه. النسر هو واحد من الطيور الجارحة التي تمتلك حاسة قوية جدا في البصر، تجعله قادر على رؤية الفريسة من على ارتفاعات عالية بكل وضوح. وفي هذا المشهد كان يشكل خطرا كبيرا جدا على فصيلة ابنه، وبالفعل عندما شعر أفراد هذه الفصيلة بالخطر قاما جميعهم بالجري والاختباء. هل تستطيع الزرافة مقاومة الحيوانات المفترسة؟ هنا في هذا الفيديو سوف نعرض بعضا من هذه المشاهد المخيفة. تعتبر الزرافة واحدة من الحيوانات البرية اللطيفة التي تتناول العشب وأوراق الأشجار، وتتميز بطول القامة الفريدة من نوعها، ولكن في الكثير من الأوقات يهجم عليها العديد من الحيوانات المفترسة في مشاهد مخيفة للغاية. هيا بنا نبدأ. في هذا المشهد كانت ترغب الزرافة في الحصول على بعض من المياه من هذا النهر، وذلك بسبب أنها كانت تشعر بعطش شديد، لكن هذا التمساح من المعروف أنه يبقى في المياه حتى تشعر الفريسة بالعطش، وبعدها يستطيع الهجوم عليها، لهذا كان ينتظر الوقت المناسب حتى اقتربت منه هذه الزرافة التي قرر الهجوم عليها، وبالفعل اقترب منها حتى استطاع القيام بعض أقدامها بقوة من أجل محاولة إغراقها، لكن كما هو واضح أمامك في هذا الفيديو كانت تحاول الزرافة المقاومة باستمرار، حتى بالفعل أنها استطاعت الخروج من المياه والبقاء على البر، ولكن بعد أن كانت تشكو من آلام كبيرة تجعلها غير قادرة على التحرك. في هذا الفيديو اجتمع عدد كبير من الأسود حول هذه الزرافة من أجل محاولة القضاء عليها، بالرغم من أن الزرافة كانت تحاول المقاومة لفترة طويلة، إلا أنه في النهاية استطاع أحد الأسود القفز في الهواء على ارتفاع عالي حتى استطاع توجيه ضربة قوية، مما جعلها تسقط على الأرض، وبهذا أصبحت فريسة سهلة. أما هذه الزرافة الأخرى تتمتع بقدر كبير جدا من الشجاعة، ولهذا كانت قادرة على تسديد العديد من الضربات المؤلمة والقوية في وجه كل أسد كان يحاول الاقتراب منها، كما هو واضح في هذا الفيديو.
وذلك بسبب أن أقدام الزرافة تعتبر واحدة من الأسلحة القوية بسبب العضلات الضخمة التي تمتلكها والتي تجعلها قادرة على تسديد ضربات مؤلمة. تحاول دائما الحيوانات المفترسة الهجوم على صغار الفرائس، وفي هذا الفيديو كانت تحاول الأسود الهجوم على صغير الزراف حتى أنهم استطاعوا إسقاطه على الأرض، ولكن في النهاية جاءت الأم في الوقت المناسب واستطاعت الهجوم على هذه الحيوانات المتوحشة في مشهد يعبر عن مدى القوة والشجاعة التي تتمتع بها الأم بسبب الطبيعة الفطرية. وهنا أيضا استطاعت هذه الزرافة الهجوم على هذا العدد الكبير من فصيلة الضباع. من المعروف أن الضباع تصطاد في جماعات، ولكن في هذا الفيديو استطاعت الزرافة حماية صغيرتها من هذه الهجمات المتعددة من الضباع، وذلك عن طريق الهجوم عليها بكل جراءة وشجاعة. وأخيرا لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. غرير العسل هو أكثر مخلوقات العالم شجاعة. هذا الحيوان البري مجهزا تجهيزا جيدا ليرقى إلى مستوى سمعته المخيفة. هناك روايات تفيد بأنهم قتلوا حيوانات برية وطيورا مائية وثعبانا بطول 3 أمتار. إنه بالتأكيد يهاجم بلا خوف عندما يتعرض للتهديد، ويقال أنه قد قام أيضا بمقاومة وحشية ضد الأسود. على الرغم من أنها قد تكون صغيرة في مكانتها، إلا أن غرير العسل مصمم للمعركة. لديهم جلد فضفاض بسمك 6 ملم حول الرقبة يحمي أعضاءهم الحيوية أثناء المشاجرة، ويسمح لهم بالتلو من أي قبضة وحتى الالتفاف حول الخصم ولدغ أي مهاجم بما يكفي للإمساك بهم. لديهم أرجل قصيرة وقوية مع 5 أصابع في كل قدم، ومسلحين بمخالب قوية يصل طولها إلى 40 ملم. إن إطارها المنخفض وأرجلها القصيرة تجعلها حيوانات تتمتع بالقدرة على التحمل وليس السرعة، كما أن هرولتها المميزة تسمح لها بمطاردة فريستها بلا هوادة حتى تنهار بفعل الإرهاق. غرير العسل قابل للتكيف للغاية. على سبيل المثال يكون نهاريا بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء، ولكن إذا كان هناك بشر حوله فسوف يتبنى عادات ليلية. يأكل غرير العسل مجموعة متنوعة من الطعام بما في ذلك الزواحف مثل الثعابين. على الرغم من سمعتها الشرسة، نادرا ما يكون غرير العسل عنيفا بلا داء. سوف يدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا للهجوم، حتى ضد الجواميس أو الأسود. عندما يدافع عن نفسه يمكن أن ينتج غرير العسل صريرا صاخبا وسيسرع نحو مهاجمه بدلا من الابتعاد عنه. هناك سبب يجعل كتاب جينيس الأرقام القياسية ويدرج غرير العسل على أنه أكثر الحيوانات شجاعة في العالم. يمتلك غرير العسل حاسة شم حادة تساعده على تحديد موقع فرائسه التي يصطادها بشكل أساسي من خلال الحفر، في حين أنها تتغذى على مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الطيور والثدييات الصغيرة ويرقات الحشرات والعقارب والسحالب والقوارض والبيض. فإن أكثر أنواع فرائسها تكون الثعابين السامة للغاية مثل الكوبرا والمامبا السوداء. من المعروف أن غرير العسل ينام بعيدا عن آثار لدغة الأفعى. على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيحدث إذا عضه نوع من الثعابين شديدة السمية، وبالتالي فلا عجب أن الحيوانات المفترسة الأكبر بكثير عادة ما تعير لها اهتماما واسعا. غرير العسل من أكثر آكلات اللحوم شجاعة وإصرارا في إفريقيا. قد تحسب الحيوانات المفترسة الصغيرة الأخرى مثل ابن آوى ذو الظهر الأسود غرير العسل على أمل انتزاع الفريسة التي قد تهبط من الغرير. وأخيرا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لم تسلم أيضا من هجمات الفهود الأفريقية
فتلك الحيوانات المفترسة في حاجة دائمة للطعام. قد تكون الخنازير وجبة مثالية لمثل تلك المفترسات البرية. هذا الوادي الفريد في زامبيا هو أحد المناطق المثالية التي تستهدف فيها حيوانات أفريقيا المفترسة والأسطورية فرائسها. قطعان من الأسود ومجموعات من الخنزير البري. على ما يبدو أن عداوة الخنزير البري والأسود المفترسة عداوة قديمة منذ الأزل. قد تنجح ذكور الأسود في اقتناص الخنازير البرية من الجحور، فلديها من الأنياب الحادة والمخالب الفتاكة ما يمكنها من ذلك. كثيراً ما تتجول الأسود في سافانا أفريقيا الشاسعة بحثاً عن مثل تلك الفرائس العاشبة، فقوة الأسد وشراسته تمنحه القوة في النيل من فريسته بكل سهولة. يتربع الأسد على قمة الهرم الغذائي في السافانا الأفريقية بلا منازع، ولذلك استحق عن جدارة لقبه الشهير بملك الغابة. بينما تملأ قائمة طعام الأسود الكثير من الطرائد المتنوعة، فإن تلك الخنازير البرية من طرائده المفضلة. هجمات اللبوة الفتاكة قد تجعل لها الغلبة في كثير من الأحيان، فسرعتها التي تبلغ 60 كيلومترا في الساعة تمكنها من النيل من فرائسها بكل سهولة. تعيش الخنازير البرية في جحور لحمايتها من هجمات حيوانات أفريقيا، لكن عند بحثها عن الطعام تتعرض لهجمات أشرس المفترسات الأفريقية. وقد تنجح اللبؤات في كثير من الأحيان في النيل من الخنازير البرية بكل سهولة. الخنازير لم تسلم أيضا من هجمات الفهود الأفريقية، فتلك الحيوانات المفترسة في حاجة دائمة للطعام. قد تكون الخنازير وجبة مثالية لمثل تلك المفترسات البرية. على ما يبدو أن كبار القطط الأفريقية تتخذ من الخنازير وجبتها المفضلة. من المعروف أن أنثى الأسد أو ما يسمى باللبؤة هي التي تقوم بمعظم مهام الصيد بهدف تأمين الغذاء للقطيع، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية كأن يكون حجم الفريسة كبيرا جدا. ونظرا لرشاقة اللبؤة ومهارتها في الصيد فهي تنجح في الإيقاع بالفريسة في ثوان معدودة. الكلاب البرية الأفريقية أيضاً لن تترك الخنزير البري ينعم بالأمان، فحاجتها للطعام تجعلها تنبش تلك الجحور للحصول على الفرائس. قد يلجأ الخنزير إلى مثل تلك الجحور للاحتماء من تلك المفترسات الشرسة، لكن تنجح قطعان الكلاب البرية في الحصول على الفريسة. على ما يبدو أن تلك المفترسات البرية تعيش فقط لتكون لها اليد الطويلة في أي منطقة تذهب إليها. شنت اللبوة الجائعة هجوماً على الخنزير البري في مطاردات ملحمية من فر وقار ومواجهات دامية من أجل البقاء. يحاول الخنزير الفرار والنجاة بينما تحاول الأسود الحصول على الطعام. بالرغم من صغر حجم الخنزير البري مقارنة بالأسود، إلا أن لديه مهارات فائقة في الكر والفر والمراوغة. وبالرغم من محاولات الخنزير المستميتة من أجل البقاء والفرار من تلك الحيوانات الشرسة، إلا أن محاولات الخنزير باءت بالفشل، ليصبح في النهاية وجبة طعام. الضبع المرقط هو حيوان ناجح للغاية، كونه الأكثر شيوعا في إفريقيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى قدرته على التكيف ونجاحه الانتهازي. هو في المقام الأول صياد ماهر، يمكن للضباع أن يقضي على الحيوانات البرية التي تزن 3 أضعاف وزنها بمفرده. بكل جدية، ليس هنالك شك حول شراسة الضبع بسبب قوة عضه التي لا تشوبها شائبة. ولكن نظرا لضخامة الخنزير فقد لا يضمن الضبع فوزا سريعا، فالخنازير شائعة في السافانا المفتوحة والحرجية
والسهود العشبية في أفريقيا. تفضل الخنازير المناطق المفتوحة وتتجنب الغابات المطيرة والصحراء الشديدة. مع القدرة على تناول الطعام وهضم الجلد والعظام والمخلفات الحيوانية الأخرى، إنه يطارد وحده في القطعان الصغيرة من 2 إلى 5 أفراد. رصدت الضباع في كثير من الأحيان وهي تطارد فريستها عبر مسافات طويلة وغالباً لعدة كيلومترات بسرعات تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. ومن المعروف عن الضباع أنها انتهازية، فبعد عناء الليبورد في اصطياد الفريسة تنقض عليه الضباع لسلبه الوليمة. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا، ولكن هذه المرة انضمت عشيرة منافسة إلى المعركة. كان هناك حوالي 30 منهم يتنافسون على الغنائم. كانت الحوضة مع الضباع تتدفق، تندفع وتتلاشى قطع اللحم، وهي تنبعث منها أصوات صاخبة تصيح وتضحك طوال الوقت. ولكن بالرغم من قوة الضباع وشراستها، قد تتعرض لهجمات شرسة من الكلاب البرية. تطارد الضبع المنفرد والشارد عن القطيع وتهاجمه بكل قوة وشراسة، فيلود للفرار من أنيابها الفتاكة. ولعل الضباع أيقنت جيدا أن القوة في كثرة عدد القطيع، فنجدها في هذا المشهد الرائع تهاجم الأسد ملك الغابة وتنقض عليه بأنيابها الحادة وسط دفاعات مستميتة من جانب الأسد للحفاظ على كبريائه. تزن الثدييات العاشبة ما بين 1.5 و4 أطنان، ويمكن أن يصل طولها إلى 14 قدما. تصور الأعمال الخيالية أفراس النهر على أنها حيوانات عملاقة تتسم باللطف، ولكنها قد تنقلب في حقيقة الأمر إلى كائنات عنيفة بوسعها حتى قتل البشر. تتمثل السمعة السائدة عن أفراس النهر في أنها حيوانات لطيفة ولكنها بطيئة وخاملة من فئة الكائنات آكلة العشب. تقضي حياتها تتقلب وتستلقي وتتحرك باسترخاء في مياه استوائية مثلة منعزلة عما سواها من حيوانات. أما الحقيقة فهي أن تلك الحيوانات تتسم بالرشاقة في الحركة والعدوانية في السلوك على نحو ملحوظ، بل أنها أحياناً ما تقتل حيواناتاً مثل الظبي الأفريقي والبقر الوحشي والجاموس. تقطع تلك الحيوانات أمياناً عديدة في رحلات مضنية كي تحصل على تعتبر الجواميس الأفريقية أخطر الحيوانات الخمسة الكبار، وذلك بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها، فهي مخلوقات اجتماعية مثيرة للدهشة. تعيش في قطعان كبيرة تصل أحياناً إلى 500 جاموس، وينبغي عدم الخلط بينه وبين جاموس الماء الأسيوي. فجاموس الرأس الأفريقي هو المخيف والأكثر خطراً، على عكس الجواميس الآسيوية التي يمكن ترويضها. وفي هذا المشهد معركة شهيرة شهدت هجوم مجموعة من الأسود على جاموس بري، تم إنقاذه بطريقة رهيبة فيما بعد من قبل قطيع الجواميس المهيمنة. يعرف الأسد بأنه ملك الغابة، يمشي فخراً واعتزازاً بين سائر الحيوانات، إلا أنه عندما يواجه تلك الوحوش العاشبة تضعف قواه وأحياناً يكسر كبرياءه. وهذا بالضبط ما حدث في تلك المعركة، حيث دارت معركة دامية بين أسد وأنثى الجاموس، واستطاعت الحيوانات العاشبة القضاء على ملك الغابة، وبات شموخ ملك الغابة في خبر كان بعدما اضطر هذا الأسد لخوض معركة وحشية لمدة ساعة مع الجاموس. بدأت القصة عندما كان الأسد البالغ من العمر 6 سنوات
يحاول اصطياد جاموس غافل. تمكنت أنثى الجاموس من دفع الأسد للهجوم عليها، وبدلا من الهرب كانت الجاموسة صامدة. وبعد بضع دقائق نشبت معركة مدتها 10 دقائق، ومرة أخرى تمكنت الجاموسة من هزيمة الأسد، واستمر ذلك لمدة ساعة حتى جاء جاموس آخر من القطيع وأعطى ملك الغابة ضربة أرادته أرضا، مما سمح للجاموسة بطلة المعركة الأصلية بالهروب. أصعب وجبة جاموس في العالم. هكذا تكون صراعات الأسود والجاموس البري، المعركة التي استمرت 20 دقيقة بين جاموس بري و11 أسد، انتهت بانتصار الجاموس وهروبه، مما أدهش الكثير. وفي مشهد مثير للدهشة، استطاع جاموس بري أن يقف في وجه الأسود ويفر منهم بعدما حاولوا غرس أنيابهم في مفترق أجزاء جسده. إنه الجاموس الأفريقي. وفي بعض الأحيان تدور معارك عنيفة، وقد نجد أن الجاموس تمكن من النجاة بأعجوبة من الهجوم المتوحش للأسود التي حاولت جاهدة إسقاط الجاموس البالغ أرضا. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا.
ايه؟